في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 765 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 295 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 103 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 904 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف و105 بندقية و101 بندقية آلية و42 مسدساً و655 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و116 خزينة، إضافة ل 1471 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 459,143 حكما قضائيا، من بينهم 1704 حكم جناية و169,491 حكم حبس و221,557 حكم غرامة و66,391 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهماً قاموا بارتكاب 29 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي 118 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2382 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2617 متهماً، من بينهم حوالي 912.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش و45,222 كيلو و732 جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 135 كيلوغرام، وضبط أكثر من 37.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 64.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 45,210 قرص مؤثر و15,121 قرصة ترامادول مخدر
وعدد 60,162 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 383 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط 3 قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 170 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.